السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه الشاكي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. بصوا، انا في حاجه كده كنت عايز اشرحها لكم، اللي هي داله فلتر. فلتر دي يا جماعه من الفانكشن او من الدوال اللي بجد 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 هتفيدكم كتير قوي في شغلكم جدا. يعني هوريك دلوقتي هتفيدك ازاي. عشان ما اطولش عليك، داله فلتر دي انت بتستخدمها، هي اولا هي ظاهره من اول اصدار 2021 في الاكسل 2021. لو انت بتستخدم اصدار اقل من كده فمش هتشتغل معاك او مش هتلاقيها عموما. فلتر داله بتشتغل بحاجه اسمها دايناميك فيو. دايناميك فيو هتشوف دلوقتي يعني ايه دايناميك فيو. انت بتكتب المعادله وهي بتجيب لك كل النواتج اللي بتطلعها المعادله دي من غير ما تقعد تسحب الداتا لتحت. يعني كنت بتقول تقعد تكتب مثلا في لوك اب هنا وتقعد تسحب المعادله دي لتحت كده، صح كده؟ لا، انت بتكتب مره واحده وهي بتجيب لك كل النواتج في الداتا في الداتا دي كده، في الفيلد في الفيلد ده كده. ده كده اسمه دايناميك فيو، تمام؟ عشان وليكن انا عندي شويه داتا اهي كده، تعالى كده نكبر الكلام ده شويه. عندي شويه داتا، انا دلوقتي عايز اعرف، انا عايز بس افلتر على المحاسب والمبرمج بس. يعني عايز اجيب الداتا مثلا شويه دولك كده على المحاسب والمبرمج بس. اول حاجه هنعملها ندوس فلتر، اف فلتر اهي، معادله فلتر اهي. الاري بيقول لي انت عايز ايه النتيجه اللي تطلع. هقول له انا عايز النتيجه اللي هو من اول هنا لحد هنا كده، الشويه دولك كده، يعني الجدول ده اللي يطلع لي. بعد كده ادوس كوما، وبعد كده افتح انكلود. انكلود دي يعني ايه؟ اقول له مثلا وليكن انا عايز الرواتب اللي اكبر من مثلا 3500، يعني اكبر من 3500. واقفل القوس ودوس انتر. بص عمل لي ايه؟ جاب لي الرواتب اللي فوق 3500، اللي هو تعال نصغر دي كده سنه، اللي هو 3700 3650. طب دي كده على الداتا. طب بصوا بقى، لو جيت كتبت هنا في اي حته اهي كده بوظ لي، قال لي سبيل. سبيل يعني ايه؟ يعني ان انت دلوقتي انت المعادله دي المفروض ان تطلع كده في شويه الجدول ده. لما انت بتكتب لي هنا انت كده بتبوظ الجدول، فمجرد ما ادوس ديليت ظهرت لي تاني الجدول، تمام كده؟ تمام. طب تعالى بقى نحسبها تاني، مثلا فلتر مثلا في حاجه تانية. فلتر يقول لي انت عايز تطلع اني داتا. اقول له مثلا عايز تطلع مثلا الجدول ده برده، يعني يعتبر الجدول ده مثلا كده، دوس كوما. بقول بعد كده يقول لي ايه؟ اقول له انا عايز تفلتر لي على المحاسبين بس. بعد كده اروح دايس اختار هنا الجدول ده كده، العمود ده كده قصدي، بعد كده ادوس يساوي. وطبعا لما بنيجي نكتب اي كتابه او اي اسم بيتكتب ما بين كوتيشن اللي هو اسمه محاسب او كافل الكوتيشن كافل القوس، ودوس انتر بس كده. فكده جاب لي كل المحاسبين، يعني لو تلاحظوا جاب لي كل المحاسبين اهو، تمام. احنا كده كام محاسبين؟ دول كده اربعه، ادي واحد اتنين تلاته، وادي الرابع. طب تعالى نمسح دي كده كمان. طب دلوقتي بقى احنا عايزين نحط لهم اكتر من شرط، يعني مثلا محاسب ومبرمج، محاسب مثلا ومرتبه يعني اكبر من 3000 جنيه وهكذا. تعال نحسبها، ندوس فلتر اهو. يقول لي انت عايز ايه؟ اقول له برده انا عايز الجدول ده كله، تمام. بعد كده الانكلود دي بقى، بعد كده نفتح الكوس كده وبقول له ايه؟ شايف لي علم على دي كده اهي، وتساوي كلمه محاسب، واقفل القوس، زائد اللي هي اند او اور، يعني او لا، دي بتبقى زائد كده، زائد او كده اند ويكون مرتبه دي كده اند، اللي هي علامه الاسترك دي يعني اند، واروح معلمين على دي كده هنا، تمام، واكبر من 3000 جنيه. ونقفل القوس ده، وبعد كده نقفل القوس الاخير كده، تدوس انتر. كله اللي فوق ال 3000 جنيه دي كده يا جماعه، اللي هي الاسترك دي يعني اند يعني يكون محاسب ومرتبه فوق ال 3000 جنيه، محاسب ومرتبه فوق ال 3000 جنيه، تمام كده؟ طب تعال نمسحها. طب لو احنا عملنا فلتر وقلنا ايه؟ احنا برضو عايزين كل الجدول ده كده كله، تمام؟ بعد كده ندوس كوما واقول له انا عايز اللي هو ده بيساوي، لا تعال نحطها ما بين قوس الاول اهي كده، يساوي ما بين محاسب، ونقفل القوس، او مبرمج، برضو نعلم على دي كده برضو، بتساوي كلمة مبرمج، ونقفل القوس اهو، ونقفل القوس ده كمان. بصوا جاب لي المحاسب او المبرمج، خدتوا بالكم؟ وطبعا مش عايز اقول لك لو انت غيرت هنا اي حاجة مثلا كده هتلاقيها اختفت هنا، هتلاقيها اختفت اهي، يعني بقى المحاسبين بقوا ثلاثة بدل ما كانوا اربعة، فاهمين؟
وتقدر طبعا طبعا تقدر مثلا تعمل لهم سورت، يعني مثلا تحط هنا كلمة سورت اهي، تعمل سورت بالاندكس مثلا ده مثلا واحد، و سورت باي مثلا ديسندنج مثلا ولا حاجة اهو، دوس انتر فجاب لك كل لا ascending ثانية اهو ascending مثلا دي، يعني المفروض تبقى المحاسب كلهم مع بعض. لا طب استنى، طب ممكن نعملها مثلا بالاندكس مثلا رقم 1 2 3، رقم 3 الاندكس رقم 3 عشان ده العمود بس كده. فانا دلوقتي عملتهم سورت، اللي انا جبت المبرمجين الاول وجبت بعد كده المحاسبين مع بعض، بدل ما اخدهم يعني محاسب بعد كده مبرمج مبرمج محاسب، لا خليت لك المحاسبين كلهم تحت بعض والمبرمجين كلها تحت بعض. طب في ايه تاني مثلا؟ مش عارف في ايه تاني، بس انا قصدي ان الدايناميك فيو في الفلتر ده اختراع يا جماعه، اختراع. ف وكمان بقى، بس طبعا ما تقدرش مثلا في الفلتر، تقدر ان انت مثلا وليكن انت عايز مثلا تاخد العمود ده والعمود ده، فمش هينفع للاسف، للاسف مش هينفع ان انت تاخد عمودين لازم يبقى العمدان كلها جنب بعض. يعني انا اخترت العمود ده وبعد كده دوست كنترول ودوست العمود ده وبعد كده اختار مثلا، اقول له مثلا عايز ده مثلا اللي هو بيساوي كلمه محاسب مثلا، مش هيقول لي فاليو. لازم عشان تختار، لازم تختار في الاري، لازم تختار كل ده. فان شاء الله ان شاء الله في 365، انا عندي 365 ان شاء الله هوريك ازاي تعرف تختار العمدان اللي انت عايزها مش كل العمدان. فكده انت تقدر تعمل حاجه كويسه قوي، ممكن مثلا تعمل مثلا فلتر كمان. دي اخر حاجه، دي كل حاجه تخص الفلتر والله. تقدر مثلا فلتر مثلا تقول له انا عايز اجمع دورك كده، انكلود مثلا، تروح عامل كوما كده تقول له انا عايز المرتب اللي ما بين اللي اكبر من او بيساوي 3000 جنيه تمام، وتروح عامل اند او اور، قصدي اور دي اللي هي زائد، اور دي يعني زائد اهي، او المرتب اللي هو اقل من 3500 جنيه، اصغر من او يساوي 3500 جنيه. ونقفل القوس، ونقفل القوس ده كده وندوس انتر. بص جاب لي انا قايل له ايه اللي فوق ال 3000 واللي اقل من ال 3000 ونص، يعني 3000 لحد 3000 ونص. بصوا لا ده جاب لي ده، لا يبقى نخليها مثلا اند كده بس كده، اند دي اند مش اور، اند 3000 3200 3400 3300 3400 وشويه بس كده، فاهمين قصدي ايه؟ طب لو انا خليتها مثلا هنا 3000 ونص مثلا جابها لي، لكن 3600 مثلا مش متشافه بس كده يا شباب. فدي معادله فلتر فعلا فعلا تقدروا فعلا فعلا تستفيدوا منها كتير جدا، معادله محترمه جدا، معادله انا دلوقتي بقيت ما استغناش عنها، معادله فعلا فعلا كويسه جدا. وبصوا اقول لكم على حاجه برده، حاجه حلوه قوي، يعني لو جيت مثلا مسحت مثلا شويه دولت مثلا هنا ومسحت هنا مثلا، لو تلاحظوا ده عمود، دي حته فاضيه ودي حته فاضيه، ونخلي مثلا واحده كمان فاضيه تمام اهو، واقول له فلتر على الجدول ده كده كله تمام كوما، اقول له ايه بقى؟ اقول له في اي حته مثلا، في اي حته ما العمود كله فاضي مثلا، اقول له مثلا هات لي ده عمود ده لا يساوي بالمنظر ده كده، بتبقى اتنين قصاد بعض فاضي دي يعني اتنين دبل كوتيشن، نعمل كده كوما نقفل قصدي القوس. بصوا جاب لي كل ده ما عدا الفاضي طبعا، ده كده كام كده؟ دولت 16، لما نيجي تحسبهم كده 16، فاهمين قصدي ايه؟ بس جابهم لي ايه؟ بدون الفاضي. وطبعا تقدر ان انت تعمل لهم سورت، يعني تكتب هنا قبل فلتر دي كده كلمه سورت، وبيقول لك انت السورت سورت بعد كده كوما، يقول لك الاندكس نمبر ده الاندكس اللي هو رقم العمود، رقم العمود اللي هو 1 2 3، اقول له رقم 3، يقول لي انت عايز تعملهم اسندنج ولا ديسندنج، بقول له اي حاجه يعني، يا اما تصاعدي يا اما تنازلي مش فارقه، دوس انتر وجاب لي كل الاداريين تحت بعض، كل الازن تحت بعض. طبعا المسمى الوظيفي جابهم تحت بعض عشان هو كنا جامعين المسمى الوظيفي بس كده، يعني اللي هو انت طبعا بس كده. والستور طبعا احنا عملناها كده خلاص، بعد كده ان انت بتعرف تلعب بالداتا اكتر من هنا، فاهم قصدي؟ لكن لو انت طبعا اشتغلت عليها ب بيفوت تيبل لازم تعمل ريفريش كل شويه، فالدايناميك فيو ده او اللي هو الدايناميك ده
بيظبط معاك قوي الاداء. بس كده يا جماعه، شكرا جدا ليكم. انا فعلا فعلا مبسوط ان انا شرحت لكم فلتر دي، لان فلتر فعلا معادله انا بحبها وبحترمها جدا، واتمنى ان شاء الله تنول اعجابكم، واتمنى ان هي تفيدكم في شغلكم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.